أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: معظم الناس عندنا يستمرون 7 جمع بعد موت الميت، في كل جمعة يذبحون شاة، هل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا من البدع المحدثة، ولا يشرع الذبح بعد موت الميت، وإنما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم المواساة لأهل الميت، لأنه إذا مات الميت وكان أهله مشتغلين بما أصابهم من الحزن فإنه يصنع طعام بقدر كفايتهم ويدفع إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. يكون هذا من باب المواساة، وفي أيام المصيبة خاصة، أما أنه يتمدد إلى أسابيع أو إلى أطول من ذلك فهذا أمر محرم لأنه بدعة. نعم.